بالنسبه للتصنيف ديال الامن دوليا وعربيا، راه فعلا عندنا امن. خير دليل الضربات الاستباقيه اللي تنفذها المكتب المركزي للابحاث القضائيه في شخصو السي عبد الحق الخيام وتحت الامره ديال السي الحموشي. حنا تنحيو من هذا المنبر لان ناخذوا حنا غير عبره من الدول اللي جاها الربيع العربي وتسبب الامن فيها وما بقاش لا امن لا امان. الحمد لله الامن عندنا في المغرب 100% بارابور الدول الاخرى اللي تنشوفوا كالعراق وسوريا وليبيا وعدد منهم. والمغاربه الحمد لله راه عايشين مزيان وكلنا بخير وعلى خير. اخويا الامن في المغرب هو كاين ماشي ما كاينش، كاين الامن خصوصا في المدن الكبرى مثلا كازا، غير هو كاين واحد المشكل. انا مثلا كازا الرباط هذا كتلقى الامن كاين مثلا دوك المجموعات حضر كما شفتوا دابا وما دازو من حدانا كتلقاهم غير في الاماكن اللي معروفه، مثلا هنايا البرنس كتلقاهم عين دياب، الاماكن اللي هي معروفه. حيت الا مشينا حنا للبلاصه ديال مثلا الاحياء الشعبيه كتلقى الصطافات كدوز مره وانعدام الامن، وراه كتشوفوا الجرائم كل نهار كنسمعوا اخبار هذا. واش نقول لك اخويا، المهم الامن حاسين به في المغرب كاين. كاينش الامن في المغرب، فهمتي؟ كاين السيبه في هذه البلاد الصراحه، كاين السيبه بزاف ديال الحوايج ما عاجبينيش انا في المغرب. القمع من طرف المخزن بزاف الحوايج، فهمتي؟ كاين الفرزيات في البلاد، ما داك القانون كيطبق على الفقراء. داك الناس اللي كيحسوا براسهم كاين الامن في البلاد هما الناس الطبقه الغنيه، اما الفقراء ما كيحسوش براسهم راهم امنين في البلاد. انا كنحس راه عاديه، ولكن غير في بلايص اخرى ما كاينش الامن، اكثريا بالليل ضروري خاصهم يوقفوا عليك يديو لك ديالك كيف كيقولوا. هادشي اللي كاين الحمد لله، كاين الامن في المغرب ماشي ما كاينش، كاين الامن الا الحمد لله. المهم كاين الامن وصافي، ماشي نقولوا ما كاينش، كاين شي بلايص ما فيهمش امن، ولكن بالنسبه للاجرام ولكن الحمد لله بنادم كيفاش عايش الحمد لله كاين الامن. وكيبغيت نقول لك كاينين واحد الناس اللي هما خافين الانظار كيبغيو يشوشوا، باغيين يزعزعوا الصخره ديال البلاد، باغيين يردونا كالدول العربيه الاخرين. وشوفوا ديك الدول كيف وقع عليهم، هما وصلوا تكلموا تاهما، وهاد الناس من زمان هما تابعين هاد الارض هادي، باغيين يزعزعوها باغيين يبلبلوها. علاش؟ شكون تجي فيهم الدقه؟ تجي فينا حنا اللي مساكين ما عندنا حتى شي حاجه. يعني الحمد لله على كل حال، والمغرب اللي نقدر نقول لك عليه بان راه كاين الامن، ومن الاحسن يبقى بحال هكا حيت راه واحد الناس تابعين وتابعه. نطالبوا بالامن يكون يتوفر لينا في جميع البلايص، حيت ما موفرش، حيت انت اغلبيه انت تشوف شحال من واحد كيقولوا كيخرج للشانطي كيدي لواحد النادم ديالو، وهادشي اللي كاين. نطالبوا بالامن، نتمنوا من الدوله يعني تزيد تدعم الامن، لان راه الله يحسن العوان الشعب كاين الكثره والامن دايرين المجهودات ديالهم. من هذا المنبر تنحيوهم تنقول لهم شكرا، راه فيهم يعني ميكوزان، فيهم جيراننا، فيهم من هذا المنبر كنشكرهم، وكنتمنوا الدوله تزيد ان شاء الله الدعم. بارك الله فيك، شكرا.